نتيجة إن البناء غير المخطط كانت الناس بتبني تحت خطوط الضغط العالي، وده كان ليه تأثير مضر جدا على الصحة العامة للناس اللي ساكنة بالطريقة دي. فقلنا لا، احنا مش البرنامج من ضمن أهدافه إن احنا نزيل كل الأخطار بما فيه حتى الخطر ده، يعني بغض النظر عن كفاءة المساكن اللي موجودة هنا. لا، احنا قلنا هنشيل خطوط الضغط العالي من فوق مباني الناس وننزلها كده، ال 11,000 وحدة دول عشان نعمل الكابلات تحت كده بكلفنا مليار إلا ربع، مليار إلا ربع. أنا بس عايز أقول ليه في الـ في الـ في اللقاء الأولاني أو في الجزء الأولاني من اللقاء لما قلت إن إحنا مش هنسمح مرة تانية بالمخالفة، لأن إحنا ثبت بالتجربة إن إحنا لما نتصدى ونعمل للناس مباني متخططة وفيها كل الاشتراطات أقل تكلفة علينا من إن إحنا نواجه أثرها. صحيح. وأثرها بالمناسبة ما تقدرش كل حاجة نقدر نعملها. أنا بس عايز أقول لكم لو شفتوا أي مباني محيطة بالمباني اللي الدولة بتعملها، سواء كان إسكان لمناطق خطرة أو إسكان اجتماعي أو إسكان دار مصر، لن تجدوا حد بيعمل مشروع، وأنا آسف إني بقول كده، عدا طبعا المطورين العقاريين الكبار، يعمل مشروع بالشكل ده ويقعد يجهز البيت أو العمارة بالشكل ده والمناطق المحيطة بها والطرق وكلام من هذا القبيل. فخلونا إن إحنا نتوقف بقى عن موضوع البناء الغير المخطط ونبتدي ننظم بلدنا، وهنتيح لكم الفرصة للناس اللي عايزة شقق هتاخد شقق، الناس اللي عايزة تاخد وتعمل مشاريع وتبيع للناس هنتح لها في اشتراطات محددة. بصراحة بصراحة احنا هنكون حازمين، واشتراطات البناء اللي هتتعمل هتبقى في منتهى الحزم والقسوة لغاية لما نتغلب على اللي احنا فيه ده. اللي احنا فيه ده امر مش موجود غير في بلدنا او في البلاد اللي زينا، واحنا ما نقدرش نستحمل كده. استحملنا السنين اللي فاتت، العشر سنين اللي فاتوا على الاقل من 2011 حجم التمدد اللي كان زيادة عن اللزوم. انا عايز اقول لكم على حاجة، احنا بنتكلم على ان احنا عايزين نوصل الطريق بتاع الوفاء والامل يا دكتور مصطفى، الوفاء والامل لغاية طريق السويس. الطريق ده عشان في البناء، رغم ان الطرق دي كانت موجودة بالمناسبة، كل الطرق اللي احنا بنتكلم عليها دي طبقا لخطة الدولة في شبكة الطرق القومية، اللي منين؟ مش انا اللي عملتها، دي حاجة معمولة متخططة على انها تتعمل في مصر خلال العشرين تلاتين سنة، من عشرين تلاتين سنة اللي فاتوا، لكن الناس ما عملتش. عشان اشيل ده في اهلنا في المكان اللي هو مش عايز اقول الاسم، يعني عايزين 2000 وحدة. 2000 وحدة يعني اكتر من مليار جنيه ولا مليارين جنيه، مش كده يا دكتور عاصم؟ عشان افتح طريق 2 كيلو، عشان افتح طريق 2 كيلو. انا بس بقول الكلام ده عشان ننتبه ان احنا مش لما هنقول يبقى في صلابة في الموقف وشدة من الاجهزة، سواء كانت التنمية المحلية ولا وزارة الداخلية ولا اي حد تاني، هو الهدف منها حماية وطن، حماية وطن وناس من ان احنا نعيش كده لدرجة ان احنا نسينا الصح، نسينا الحياة الحقيقية للبشر. اتفضل يا فندم. يعني برضو في هذا